المياه الجوفية في باطن الأرض. اليوم تشوفون معنا هذه المجموعة المختلفة والمتنوعة من الأجهزة الخاصة في الكشف عن المعادن، ولكن اليوم عندنا جهاز سبيشل من أفضل ما صنعت المصانع الألمانية لعام 2019، ألا وهو جهاز ميجا سكان برو اللي يشتغل على 3 أنظمة وخاصة في الكشف عن المعادن والذهب والأحجار والكنوز في باطن الأرض. جهاز ميجا سكان برو يجيكم بهذه الجنطة الأنيقة والصلبة اللي تحمي ضد الصدمات، والحين نشوف شو اللي داخلها. يحتوي جهاز ميجا سكان برو على الشهادة من المصنع الألماني لكفالة مدتها 5 سنوات، وكذلك تحتوي الجنطة على البروشور الخاص في الجهاز اللي يحتوي على الأجزاء المهمة والرئيسية في الجهاز، وكذلك يحتوي على الكتالوج الخاص اللي يصدر منه عربي وإنجليزي يوضح الطريقة الأمثل لاستخدام الجهاز. يتكون جهاز ميجا سكان برو من القطع التالية، ألا وهي في البداية اللي هي الوحدة الرئيسية للجهاز، طبعا هذا هو الوحدة الرئيسية، وكذلك يحتوي على الميني سنسر، وكذلك يحتوي على هوائيات البحث من وهو عددهم 2، ويحتوي على مقوي الإشارة والسماعة، وزيادة عليهم كذلك اللي هما شاحن منزلي وكذلك شاحن سيارة، وبالإضافة إلى كيبل شاحن السيارة، وكذلك عندنا وحدة ديب ماستر اللي يستخدم لقياس عمق الهدف، وكذلك عندنا السوبر سنسر اللي يستخدم للنظام الصوتي للجهاز. يحتوي جهاز ميجا سكان برو على 3 أنظمة بحث رئيسية، والحين راح نتحدث عن كل نظام الحالة. طبعا أول نظام عندنا هو نظام الاستشعاري بعيد المدى، لكل نظام يحتوي على الاكسسوارات الخاصة فيه. طبعا في هذا النظام يحتوي على هوائيات البحث، ألا وهم عددهم 2، وكذلك على مقوي الإشارة، وله شاشة خاصة فيه هني راح نشغلها مع بعض. لتشغيل الجهاز نضغط على زر التشغيل، مثل ما انتم شايفين عندنا أزرار مختلفة للتحكم. طبعا عندنا 8 لغات، نختار اللغة اللي تناسبنا. احنا الحين راح نضغط على اللغة العربية ونضغط على زر انتر. مثل ما انتم شايفين عندنا اللي هي 3 أنظمة البحث، بما ان احنا مركبين الاكسسوارات الخاصة في البحث بعيد المدى فراح نضغط انتر على اول وحدة. مثل ما انتم شايفين عندنا 10 برامج، انت تختار البرنامج الخاص او اللي انت ترغب في البحث عنه، سواء كانت الكنوز الذهبية، الذهب الخام، الفضة، البرونز أو النحاس، أو عندك الألماس، الأحجار الكريمة، الفراقات، البلاتينيوم أو الحديد. إحنا راح نختار اللي هو الذهب الخام ونضغط عليه انتر، وننتظر يتحمل البرنامج الخاص في الذهب الخام. مثل ما أنتم شايفين الشاشة عندنا تبين لكم المسافة بحد أدنى اللي هو 250 متر كحد أقصى 2000 متر، أو أنكم تبحثون على عمق من 5 متر وبحد أقصى إلى 40 متر، وبكذي تقدر تستخدم الجهاز بكل أريحية. وراح ننتقل الحين إلى البحث الآخر، والحين ننتقل إلى النظام الثاني اللي هو نظام المسح الأيوني، وبعد تركيب الأكسسوار الخاص فيه راح ننتقل مع بعض إلى الشاشة، ويتم اختيار المسح الأيوني من الشاشة والضغط على زر انتر. طبعا يتم استخدام هذا الجهاز للبحث عن الحقول الأيونية للأهداف. لاختيار النظام المغناطيسي يتم الضغط على زر التحكم للوصول إلى النظام المقياس المغناطيسي، يتم الضغط على انتر، وبعد ذلك يتم الضغط على زر التحديث ريفرش، وبكذي الجهاز يكون جاهز للاستخدام. خلونا نشوف طريقة الاستخدام. وبعد اختيار النظام من الشاشة يتم استخدام الجهاز بالطريقة التالية، ومن ثم يتم تحديد مركز الهدف وتحديد نقطة الصفر فيه. بعد تحديد مركز الهدف يتم استخدام وحدة ديب ماسترز لقياس عمق الهدف، يتم قرصها في باطن الأرض، ومن ثم تشغيل الجهاز إلى الآخر، حيث من خلاله يمكن معرفة العمق في باطن الأرض.